فقد قالوا: نعم، إن الإمام الشافعي هو أول من صنف في علم الأصول. والإمام الشافعي كما تعلمون توفي في أوائل القرن الثالث الهجري، يعني في السنتين الأولى من القرن الثالث الهجري. وبالتالي فنحن نقول إن الإمام الشافعي في كتابه الرسالة كان هو المدون والمصنف لعلم أصول الفقه عند المسلمين. الشيعة الإمامية ينسبون كتابات في علم أصول الفقه لهشام بن الحكم بعض الرسائل، وينسبون كتابات في علم أصول الفقه أيضاً للإمام جعفر الصادق، وهو إمام جليل تتلمذ على يديه عدد من أئمة المذاهب الأربعة وفي مقدمتهم الإمام أبي حنيفة، ويسندون إلى علي بن الرضا أيضاً رسائل بالإضافة إلى رسائل أخرى يصطحبونها معهم إلى بداية القرن الرابع الهجري. هذه الدعوة الأولى نريد أن نناقشها في ضوء العلم الدقيق. نقول إننا ينبغي أن نفصل ما بين الظاهرة الأصولية والعلم الأصولي. الظاهرة الأصولية صحبت القرآن الكريم منذ نزوله، وصحبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نطق بها الفم النبوي الشريف، لأننا نحن نعلم أن لغة القرآن الكريم هي اللغة العربية، واللغة العربية لها قواعدها ولها أيضاً بنيتها الخاصة التي لا يمكن أن يفهم القرآن الكريم إلا في ضوئها، ولا تفهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على أساسها. وبالتالي لابد أن نجد أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينظرون إلى القرآن الكريم وهو يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطبون به نظرة لها جزء من ما نسميه الظاهرة الأصولية. أولاً، من عناصر الظاهرة الأصولية التي نجدها في فقه المسلمين في عصر الصحابة هي ترتيب علم أصول الفقه، ترتيب الأدلة في علم أصول الفقه، وهذا مبحث مهم جداً. بما نبدأ ونحن ننظر إلى علم الأصول؟ هل نبدأ إلى السنة؟ هل نبدأ إلى القرآن؟ هل نبدأ إلى الإجماع؟ يعني هذه بنية معينة لابد أن تكون واضحة. نجد أن ذلك واضحاً في حديث معاذ حينما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضياً إلى اليمن، قال: بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آله. ولم يذكر في هذا الحديث الإجماع، لأنه لا إجماع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما أن الرسول المعصوم موجود بين يدي المسلمين يتلقى عن الله ويبلغ عن الله فلا مكان لإجماع الأمة، طالما أن القرآن لا يزال يتنزل والرسالة لا تزال تعطي أحكامها متدفقة من السماء. فبالتالي إذن كل ما يقال عن الإجماع في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم لا أهمية له، فإذا ما أجمع صحابة رسول الله في عصره على رأي، ونزل القرآن بغيره ونزل الوحي بغيره، فالرأي هو رأي القرآن والحكم هو حكم القرآن. وبالتالي إذن نحن لم نعرف في عصر الرسالة إلا مصدرين هما القرآن والسنة، ثم أشير إلى الإجماع وأشير إلى القواعد الأخرى. أجتهد رأيي ولا آله، سواء يكون الاجتهاد جماعياً أو يكون الاجتهاد فردياً. نحن إذن أمام ترتيب دقيق للأصول، حتى إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يعرض عليهم قضاء بعد انتهاء الرسالة وبعد اكتمال الدين وبعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، كان كلما تأتي مسألة أمام واحد من الصحابة وفي مقدمتهم الخليفة الأول عمر بن الخطاب، كان: أفي كتاب الله شيء؟ فإذا وجده قضى به، فإذا لم يجد في كتاب الله
انتقل إلى المصدر الثاني، هل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أو قول؟ فإذا وجده قضى به، ثم انتقل بعد ذلك إلى بقية المذاهب، إلى بقية المصادر الأخرى، سواء اتفاقهم في الإجماع أو أخذ الرأي فيما بينهم أو أخذ الرسول المشورة فيما بينهم. إذن ترتيب الأدلة في علم أصول الفقه إنما جزء من الظاهرة الأصولية التي وجدت منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدعي أحد من الشيعة بالقول بأن هذا الترتيب إنما أنشأه علماؤهم أو جاء عن طريق أئمتهم، هذا افتراء محض على الحقيقة العلمية. وأيضا حينما نتكلم عن دلالات الألفاظ ونقول إن لهشام بن الحكم كتابا في دلالات الألفاظ، هل دلالات الألفاظ جزء من اللغة العربية أم ليست جزءا من اللغة العربية؟ هي جزء من اللغة العربية التي كان المسلمون يعرفون الحقيقة والمجاز، ويعرفون دلالات الألفاظ ما بين خفائها وبين وضوحها، وبالتالي إذن هي جزء من الظاهرة اللغوية التي ارتبطت بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الكتاب المنزل الذي هو القرآن الكريم. ولا يدعي أحد أن هذه اللغة استقل بإنشائها أو استقل بوضع دلالاتها أو استقل بغرس قوانينها، لأن الأمر ليس على هذا النحو على الإطلاق. هذه هي الظاهرة العلمية، الظاهرة الأصولية، وسوف نرى ذلك عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تكلموا عن تضمين الصناع، وعندما تكلموا في قتل الجماعة أو قتل الجماعة بالواحد. كل هذا وجدناه عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك في ذهنهم قواعد أصولية هي التي استدعت أن يتكلموا في هذا الموضوع، وأن يعللوا وأن يبينوا وأن يشققوا، إلى أن جاء القرن الثاني الهجري، فوجد الإمام الشافعي وقد اختلطت الألسن وامتد الإسلام إلى بلاد بعيدة فيها لغات متعددة، ولهذه اللغات طرائقها في التفكير وطرائقها في الاستنتاج، فقال لابد من ضبط علم الأصول، فأنشأ له هذا المصنف الرائد الأول الذي جمع فيه من تراث الصحابة إلى تراث من سبقوه من أئمة المسلمين، جمع فيه ما تداوله المسلمون في مسائل الظاهرة الأصولية وأفرده بالتأليف، فجاء بداية مبكرة للتأليف العلمي في علم أصول الفقه. لا يستطيع أحد من الشيعة الإمامية أن يقدم لنا كتاباً واحداً قبل كتاب الشام الشيعي، ولا مصنفاً متكاملاً قبل مصنف الإمام الشافعي، فحينما ننسب إليه ذلك فليس من باب محاولة إعلاء فكر أهل السنة على غيرهم أو تراث أهل السنة على غيرهم، وإنما من باب إقرار الحقيقة العلمية التي يذكرها تاريخ أصول التشريع. الأمر الثاني الذي يسقط هذه الدعوة من أولها إلى آخرها هو بنية الشيعة الأصولية والعقائدية التي حدثكم عنها شيخنا الكبير الأستاذ الدكتور محمد عمار، وهي فكرة العصمة التي للأئمة. ولذلك نحن نعلم أن الشيعة الإمامية لم يلجأوا إلى الفكر الأصولي ولا التأليف في علم الأصول كما تقول مصادرهم الرئيسة في ذلك إلا بعد عصر الغيبة الكبرى، لأنه طالما الإمام المعصوم كما قلنا إن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم حالت دون ظهور الإجماع، فكذلك أيضا حالت عصمة الأئمة عندهم في الجانب العقائدي الذي امتد إلى القرن الرابع الهجري على أن تظهر عندهم مؤلفات أصولية، لأن هذا يخالف منطقهم ويخالف قواعدهم أو نظرتهم العقائدية. وجد الإمام المعصوم، يتلقون عنه، يأخذون الحكمة منه، يأخذون الأحكام منه، وبالتالي لم يكونوا بحاجة
إلى أن يصنعوا علمًا أصوليًا يضبط ذهن الفقيه في عملية الاجتهاد، لأن الفقيه عندهم لم يكن إلا متلقيًا لأوامر الإمام ومعتمدًا على ما يقوله ومبلغًا ما يأتي عن طريقه، ولذلك جعلوا كلام الإمام جزءًا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هم حينما عرفوا السنة لم يعرفوها كتعريفنا نحن المسلمين، وإنما عرفوها بأنها ما صدر عن المعصوم من قول أو فعل أو تقرير، لتشمل إلى جوار أقوال الرسول وأحاديثه صلى الله عليه وسلم أقوال الأئمة، وسعوا من مفهوم السنة حتى يشمل أقوال هؤلاء، فصاروا هؤلاء عصمتهم كعصمة النبي، بل إنهم في بعض كتاباتهم يقدمون إمامهم على النبي وعلى الأنبياء جميعاً. ومن هنا تأتي ما نسميه المنطقة الضعيفة في التكوين الفقهي والأصولي عند الشيعة الإمامية. نحن لا ننكر أن لهم تراثاً فقهياً، ولا ننكر أنهم تلقوا عن أئمتهم أحاديث بعضها يتفق مع ما جاء في صحاح كتب السنة، ولكننا نحن نتعامل معهم من حيث النظرة إلى مصادر علم الأصول، وهل كان صحيحاً ما ادعاه شيوخهم وأئمتهم بأن علم الأصول إنما نشأ وترعرع وكتبت بواكيره ووجدت إرهاصاته عند أئمتهم أم لا؟ وقد بدا واضحاً أنه لا يوجد دليل علمي. هم حينما يتحدثون في كل هذه المسائل يتحدثون عن الظاهرة الأصولية وليس عن العلم الأصولي، ليس عن العلم باعتباره مباحث وباعتباره قواعد، وإنما يتحدثون عن الظاهرة الأصولية التي لا يمكن أن يفهم منها بها بغير واسطتها، أو لا يفهم إلا بواسطتها خطاب الشارع سواء كان قرآناً أو سنة. وهذه صاحبة القرآن الكريم منذ نزوله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ جاء بها، وبالتالي لا يختلف أمر الشيعة عن غيرهم من الصحابة عن غيرهم من التابعين. فنحن أمام نص من قرآن أو سنة يتعامل معه المسلمون من خلال منظور القواعد التي حفظوها، من خلال منظور العقلية اللغوية التي تربوا عليها وكانت جزءاً من سجيتهم وطابعاً من طبائع فطرتهم، ومن هنا لم نكن بحاجة إلى إنشاء علم أصولي. ومع ذلك وجد الخلاف، وجد الخلاف بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسباب اختلاف فقهاء الصحابة ليست إلا جزءاً من العلم الأصولي عند تدوينه، وهي أسباب كثيرة، بعضها يتعلق بالحديث، وبعضها يتعلق بفهم القرآن، وبعضها يتعلق بالنظر العقلي تضييقاً أو توسيعاً. ولذلك اختلفت اجتهادات عمر بن الخطاب عن اجتهادات ابنه عبد الله بن عمر، فشدائد ابن عمر لا تتوافق مع اجتهادات عمر بن الخطاب الموسعة لكثير من مصادر التشريع. فهذا أمر طبيعي لا يمكن أن نسنده إلى فريق دون فريق، وإنما كل الذين استقبلوا فقه الإسلام من علمائه منذ عصر الصحابة إلى يوم الناس هذا يستخدمون ما لديهم من إمكانات فطرية وما لديهم من إمكانات علمية للوصول إلى طبيعة هذا النص وحقيقة ما يخاطب به الإنسان. ولذلك إذا أردنا أن نؤرخ تأريخاً حقيقياً لنشأة أصول الفقه عند الشيعة الإمامية، فإنني أجزم بأنه لا يوجد لديهم كتاب إلا في بدايات القرن الرابع الهجري، وهو كتاب حفظه لنا التاريخ للشيخ المفيد أحد علمائهم في أواخر القرن الرابع، ويسمى ابن المعلم أيضاً، وله دراسات فقهية وله دراسات أصولية. وهذا الكتيب الصغير التي لا تزيد صفحاته عن 50 نشره الكراكجي وهو أحد ثقاتهم في كتاب له يسمى كنز الفوائد. هذه الرسالة في أصول الفقه هي مفقودة، ولكنها وجدت
في كتاب كنز الفوائد، وهو من تلاميذ ابن المعلم للكراكجي، وجدت هذه الرسالة وطبعت في داخل هذا الكتاب، وطبعت مفردة بعيدة عن ذلك الكتاب. لكن بعد ذلك لا يمكن أن نجد كتاباً مستقلاً في علم الأصول إلا عندما نصل إلى القرن الخامس الهجري عند علمين اثنين من علماء الشيعة الإمامية، الشريف المرتضي وهو أحد علماء الشيعة الثقات، وكتابه يسمى الزريعة في أصول الشريعة، وهو يصرح بعد ذلك في أماليه بأنه ليس لدى الشيعة كتاب مستقل، وإنما أخذوا أصول الفقه كتصنيف علمي اقتداء بالعامة، ويقصدون بالعامة علماء أهل السنة. ثم بعد ذلك كتب تلميذ الشريف الراضي وهو شيخ الطائفة الطوسي، الذي قيل إنه كان شافعي المذهب، بل إن الإمام السبكي ترجم له في سبقات الشافعية، إلا أنه يمثل معلما من معالم الشيعة الإمامية في القرن الخامس الهجري في كتابه العدة في أصول الفقه، وهو كتاب في مجلدين يكاد يعتمد اعتمادا كبيرا على تراث علم أصول الفقه عند المتكلمين الذين سبقوا عصره. فأنت ستجد فيه من القاضي عبد الجبار أشياء، وسوف تجد فيه من مبكري الذين كتبوا، ستجد لي صفحات مأخوذة من الإمام الشافعي ومن علماء الأصول الشافعية الذين شرحوا الرسالة وجاءوا بعد الإمام الشافعي. وبالتالي إذن هذا هو الكتاب، وتوقف بعد ذلك. نجد شذرات عند ابن إدريس في مقدمة كتابه المسمى السرائر، نجد في كتاب ابن زهرة لديه وسمى غنية النزوع في الأصول والفروع، وهو كتاب في مجلده الأول يعطي مادة أصولية هشة قليلة الفائدة، ولكنها تعكس شيئا من العلم بقواعد علم الأصول عند السنة، ثم محاولة استجلائها في فروع الشيعة الإمامية. لا نكاد بعد ذلك نجد مثل هذه الإلماعات، إلا لأنه ركضت بعد الشيخ المفيد في أوائل القرن السادس والسابع، ركضت حركة الاجتهاد عند الشيعة الإمامية. هنا لابد من الإشارة، وهذا البعد التاريخي مهم، لابد إلى الإشارة إلى أن أصول الفقه عند الشيعة الإمامية ومنذ أواخر القرن الحادي عشر أو أواخر القرن العاشر دخل في صراع بين مدرستين. نحن لدينا عند في علم الأصول السني مدرستان، المدرسة الأولى مدرسة المتكلمين، والمدرسة الثانية مدرسة الفقهاء. هذه يمثلها الأحناف، وهذه يمثلها الشافعية، ولا يعني هذا أن علماء الطريقة الأولى كلهم من الشافعية أو علماء الطريقة الثانية كلهم من الأحناف، وإنما هي طريقة. هل نصل إلى القاعدة الأصولية عن طريق استقراء الفروع؟ هكذا يقول الأحناف، ولذلك قاموا بتخريج الأصول على الفروع. أم نأخذ بطريقة المتكلمين الذين يضعون المبدأ ثم ينزلون إلى تطبيقاته؟ وهذه هي طريقة المتكلمين، الطريقة البرهانية الأساسية التي جعلها الإمام الشافعي طريقة خاصة واعتمدها كثير من علماء الأصول، وهي التي تضع المبدأ ثم تنظر في تطبيقاته على ضوء المبدأ، أي أنها تخرج الفروع على الأصول وليس العكس. وهذا معيار منضبط من الناحية العلمية في فهم الأصول وتدقيقها، ولكنه عند الشيعة الإمامية ظهرت مدرستان ولم يكن نظرتها قائمة على النظرة إلى الفروع أو النظرة إلى الأصول، وإنما قائمة على رفض بعض الأصول واستبقاء بعض الأصول.
المدرسة التي تسمى المدرسة الإخبارية. المدرسة الأولى تسمى المدرسة الإخبارية، ويأتي في مقدمة هذه المدرسة واحد من كبار أصولي الشيعة الإمامية يسمى محمد أمين الاسترابازي، له كتاب يكاد يجسد هذه المدرسة بكل تفاصيلها وجزئياتها، وهي المدرسة الإخبارية من خلال كتابه الفوائد المدنية. عنوان كتابه في علم الأصول الفوائد المدنية، كان منشورا نشرة حجرية، وأعيد نشره نشرة بالطباعة العادية التي يمكن أن تقرأ، ولذلك الآن أصبح ميسورا قراءته إذا ما توافرت لديكم بعض نسخه. في كتابه أولا المدرسة الإخبارية أسقطت جميع مصادر التشريع إلا المصدرين الأساسيين الكتاب والسنة، وقالت إن جميع المصادر الأخرى لا يجوز الاعتماد عليها لأنها تقوم على الظن باعتبارها مصدرا، والظن لا يقيم علما ولا ينبغي أن تقام على أساسه أصول. هذه هي المدرسة، ولذلك لم يقولوا إلا بأن المادة الأصولية تؤخذ مباشرة من أقوال الأئمة، وقالوا إن لدينا في أقوال الأئمة ما يكفي، ووصلوا إلى نقطة أصولية أرجو أن تنتبهوا إليها، وهي أنهم لا يحتاجون في النظر إلى أحاديث أئمتهم التي يعتبرونها سنة إلى أي إسناد. سنعود بإذن الله بعد الفجر يتكبر دايما، والكون كله بيبقى سعيد، والكون كله بيبقى سعيد. حان الآن موعد صلاة العشاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله بعد الفجر اتكبر دايما، والكون كله بيبقى سعيد، والكون كله بيبقى سعيد. فأسقطوا علم الرجال وأسقطوا الإسناد، وقالوا إن تواتر النقل الذي وصلت به إلينا من ثقات من علمائنا تكفي، لا داعي لبحث علم الرجال على الإطلاق ولا الإسناد على علم الرجال. وهذا تمويه، لأنهم إذن طالما سقط الإسناد يستطيعون أن يتكلموا بما يريدون وينسبونه إلى الأئمة، ولكنهم أسقطوا علم الرجال وأسقطوا الإسناد وقالوا، وهذا واضح في كتاب الحدائق النضرة للبحراني، كتاب كبير جدا يضم مجموعات من السنة للشيعة الإمامية، يسقطون تماما ويقولون إن السنة أي أقوال الإمام المعصوم قد تواتر وصولها إلينا، وبالتالي نحن لسنا بحاجة إلى علم الرجال ولا إسنادها إلى من نقلوها، وإنما نحن نؤمن بأنها قد نقلت إلينا نقلا صحيحا، وأن جميع ما في هذه المصادر التي نحملها هو ما نطق به هؤلاء الأئمة. فكان طبيعياً أن يتوقفوا عند الكتاب والسنة دون أن يتعدوهما، الكتاب والسنة بمفهومهما عندهم، القرآن بمفهوم النسخة المحفوظة عندهم، والسنة التي لم تعد هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي إلى جوار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقوال الأئمة الذين امتدوا إلى القرن الرابع الهجري، ولا يزال الإمام المعصوم قائما عندهم عجل الله فرجه، ويقولون إنه ليس في منطق العقل ما يمنع من أن يكون عمره الآن 1300 سنة أو 1400 سنة، فإن كثيرا من أنبياء الله سبحانه وتعالى عاشوا في الزمان القديم أكثر من 1000 سنة. فهذا ليس غريبا على الواقع الإنساني، أن هناك من الأناسي ما استمرت حياته أكثر من 1000 سنة. بغض النظر عن طبيعة هذه الأدلة، نحن هنا لا نتكلم عن الجانب العقائدي، وإنما نتكلم عن الجانب الأصولي الذي انعكس على مادتهم الفقهية، فنقول إنهم في المدرسة الإخبارية توقفوا عند مصدرين اثنين لا ثالث لهما، وبالمفهوم الذي اعتمدوه وحرروه لأنفسهم دون أن ينظروا إلى علم الأصول ككل، ولا أن ينظروا إلى الخريطة الأصولية وإلى عقل الأمة. وكانوا منذ التأسيس الأول على الرغم من اعترافاتهم التي تسري في بعض كتاباتهم بأنهم قد أخذوا علم الأصول عن أهل السنة، يعني عبارات ترد على استحياء، إلا أنهم وصلوا إلى نتيجة شاذة لا أتصور أن عقلا رصينا أو عقلا عاديا أو عقلا مفكرا أو عقلا حتى ينظر نظرة طبيعية للأشياء يصل إلى هذه النتيجة. عندما تحدثوا في باب التعارض والترجيح،
وهو باب مهم جدا من أبواب علم الأصول، لأن الأصول كما تعرفونها هي إما الأدلة من حيث إثباتها للأحكام، أو الأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة. هكذا هذا مجمل ما لدى المباحث الأصولية، حتى إن شيوخنا يقولون لنا إن كل المباحث التي تخرج عن الأدلة والأحكام هي تمثل إضافة إلى علم الأصول وليس جزءا من بنية علم الأصول الحقيقي. عندما وصلوا إلى مبحث التعارض والترجيح، وكما قلت لكم هو مبحث من أهم مباحثهم، ليكشف لكم كيف أنهم على الرغم من أنهم أخذوا من علم أصول الفقه السني أهم ما لديهم من بنية أصولية، إلا أنهم أيضا مغروس في داخلهم هذه المعارضة الشديدة للسنة، وهذا الإحساس بأنه لا ينبغي أن يتفوق عليهم السنة في علم من العلوم، وقد ادعوا تأسيس علوم الإسلام كلها. فوجدنا عبارة لا تليق بعاقل. عندما نحن نعلم أن أسباب الترجيح كثيرة، ويصل بها الإمام الشوكاني ربما إلى قرابة 50 سببا من أسباب الترجيح في كتابه المعروف في علم الأصول، نجد الشيعة الإمامية يقولون إذا ضاقت جميع قواعد الترجيح فلا يكون هناك طريق للوصول إلى الحق عن طريق هذه الأدلة أو عن طريق هذه القواعد، فمعارضة أهل السنة هي الدليل الذي نعتمد عليه في الترجيح. يعني إذا وصلنا إلى هذه النقطة من عدم إمكانية الترجيح بناء على قواعد الترجيح الأصولية، فعلينا أن نخالف العامة، هذا تعبيرهم في كتب علم الأصول، فمخالفة العامة هي الطريق الوحيد للوصول إلى الحق. وهذا معناه أن العامة في كل ما هم فيه على باطل، لا توجد قراءة أخرى لهذا النص في كتب علم الأصول. يعني عندما تضيق بهم جميع آليات الترجيح، جميع قواعد الترجيح، فإنهم بعد أن تضيق هذه القواعد كلها التي وضعها الأصوليون للترجيح، يقولون إن لم تجدوا طريقا يرجح بين رأي ورأي فخالفوا أهل السنة. انظروا ماذا يفعلون، انظروا ماذا يقولون، انظروا بأي حديث يأخذون، بأي رأي يعتمدون، وخالفوهم تكونوا إذن على حق. أنا هنا أحيلكم فقط، الذي يرجع إلى باب التعارض والترجيح في كتاب الشريعة في أصول الشريعة للشريف المرتضي، أو يرجع إلى كتاب الترجيح والتعارض أو التعادل والترجيح في كتاب العدة لأصول الفقه، في كل ما كتبوه في هذا الجانب، وهذه كتبهم المعتمدة، نحن لا نأخذ كتابا لم يعتمدوا، ولم نشر إلى كلمة جاءت في من ينكرون عليهم الحديث في الأصول أو من ينكرون عليهم الحديث في الفقه، وإنما نحن نرجع إلى أصولهم التي يعتمدونها، وجاءت من أئمتهم أو من فحول فقهائهم أو ما يسمونه شيخ المذهب، شيخ الطائفة، مثل أبو جعفر الطوسي. هذا فيما يدل كيف كان التكوين الفقهي لدى الشيعة الإمامية، وهم يرصدون خطوات علم الأصول عند السنة ليحاولون الاستفادة منه والنقل عنه، لأنه لا يوجد لديهم مصادر أصولية قبل القرن الرابع الهجري. المدرسة الثانية، نحن أشرنا إلى المدرسة الإخبارية، والتي قلنا إن هذه المدرسة وهي المدرسة الإخبارية لا تعتمد إلا الكتاب والسنة طريقا وحيدا للوصول إلى الأحكام الشرعية بمفهوم القرآن عندهم وبمفهوم السنة عندهم. المدرسة الثانية هي المدرسة الأصولية التي نشأت مبكرا، لأنهم كما قلت لكم اعتمدوا طريقة المتكلمين عند الشيخ الطوسي، طريقة المتكلمين، وهو شافعي قديم قبل أن يتمذهب بمذهب الشيعة الإمامية،
وأيضا عند غيرهم من المتكلمين المتقدمين الذين تتلمذوا عليهم، فأخذوا بهذا الجزء من المذهب واعتبروا أن الأصول التي أخذوها من علم الأصول عند السنة هي طريق يمكن الاستفادة منه، ولكن لا يعتمد عليه في تحرير المسائل، وإنما في وضع مصطلحات الأدلة. على الرغم من أنهم عندما يعبئون هذا المصطلح بمعناه أو بمضمونه أو بمفهومه يخرجون به عن ذات المعنى، كما فعلوا عندما أخذوا مصطلح السنة، وكما فعلوا عندما أخذوا مصطلح الإجماع. المدرسة الأصولية هي المدرسة التي وقفت في مواجهة مدرسة الإخبارية، وكان على قمتها أحد كبار الأصوليين عندهم في القرن الثاني عشر الهجري، وهو الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني فقيه متمكن عندهم، وله كتاب في الرسائل الأصولية، في رسالة عن الإجماع، وفي رسالة عن الأدلة، فيه مجموعة رسائل الحقيقة. فقال إن الشيعة الإمامية من بداية القرن الرابع إلى يوم الناس هذا لا يعترفون بما تقول المدرسة الإخبارية عندهم، وإنما يعتمدون أصولاً أربعة: القرآن بمفهومهم، السنة بمفهومهم، الإجماع بمفهومهم، العقل بمفهومهم، وجميع الأدلة الأخرى تسمى القضايا العملية أو الأدلة العملية التي نحتاج لها عند تنزيل الأحكام وليس عند استنباط الأحكام، ويضمون فيها كل جميع الأدلة الأخرى، سواء كانت سد الذرائع أو العرف أو المصلحة أو الاستصحاب أو قول الصحابي أو غيره من الأدلة التي نعرفها ونسميها الأدلة المختلف عليها في علم الأصول. أنا لا أريد يعني أن أدخل في الأدلة المختلف عليها، لأن الأدلة المختلف عليها قد تجد من أهل السنة من يرفض القياس كالظاهرية على سبيل المثال، فإذا ما رفض القياس رفضه الشيعة الإمامية فلا بأس. قد تجد عند الفقه الإسلامي من يرفض الاستحسان كما رفضه الشافعي بمفهومهم للاستحسان، وهذا الرفض لا بأس به، لكن القول بأن هذه ليست مصادر وأنها مجرد قواعد عملية لتنزيل الأحكام، هذا هو الذي يفرغ هذه المصادر عن دورها الأساسي في عملية استنباط الأحكام. لأن إذا نظرنا إلى تقسيمنا للأدلة من منظور علم الأصول سنجد لدينا ثلاثة أنواع من الأدلة. الأول الأدلة الأصلية وهي القرآن والسنة والإجماع، وهي أدلة أصلية بهذا الترتيب بمعيار محدد لأنها تستقل بإثبات الأحكام. فإذا ما وجدنا الحكم في القرآن فلا نسأل عن دليل غيره، وإذا لم نجده في القرآن ووجدناه في السنة فلا نسأل عن دليل غيره، وإذا ما لم نجده فيهما ووجدناه في الإجماع فلا نسأل عن دليل غيره، دون البحث في مستند الإجماع ودون البحث في الخلاف حول الإجماع هل كان مستمراً بعد عصر الصحابة أو غير مستمر. هذا خلاف لا ينبغي طرحه في مثل هذه المحاضرة، يعني هذا خلاف أعرفه ولكن لا أرى أهمية لطرحه، لأننا نحن نأخذ بالإجماع هنا باعتباره اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد عصر الرسول على حكم شرعي اجتهادي. هذه قضية يعني لا تحتاج إلى طويل النقاش، وحجية الإجماع ليست متعلقة بوجوده، وإنما حجية الإجماع تتعلق بوظيفته. فإذا وجدنا إجماعاً فقد أصبح حجة، لأن حجية الإجماع قبلية. تأسيس حجية الإجماع عند أهل السنة قائمة على أن العصمة تدور في دوائر ثلاث، والدائرة الرابعة مرفوعة زي الثالث المرفوع في علم المنطق. عصمة
القرآن، فهذه ثابتة بالنص القطعي القرآني. عصمة البيان، وهذه أيضا ثابتة بالنص القرآني. عصمة الإنسان، والإنسان ليس معصوما إلا الرسل والأنبياء، يعني هذه عصمة تتعلق بالرسالة وتتعلق بالتبليغ ولا تتعلق بصفة الإنسان، ولذلك قلنا هذا هي الثالث المرفوع أو العصمة الغير موجودة، وهي أن يكون الإنسان بذاته معصوما. ثم عصمة الإيمان، وهذه تبدأ بعد عصر الرسول التي على أساسها يتأسس الإجماع، لأن الإجماع هو إجماع أمة المسلمين من خلال علمائهم على حكم شرعي اجتهادي، فينقله من الظنية إلى القطعي، يحوله من حكم ظني إلى حكم قطعي الثبوت قطعي الدلالة. وهذه وظيفة الإجماع، حجيته متعلقة بوظيفته وليست متعلقة بشيء آخر، ومصدرها أن أمة المسلمين عند الله أمة مكرمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، إلى غير ذلك من الآيات التي تؤكد على تمايز هذه الأمة، ومن خلال عصمتها كأمة إذا ما توافقت من خلال عقول فقهائها جميعا، فنحن إذن أمام حكم ينقل الأمر من الظنية إلى القطعية، أو يعالج القضية الجديدة بعد عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. وليست هناك أنواع أخرى للحجية، بينما الشيعة الإمامية يرون أن الإجماع في حد ذاته، وإن قالوا به في بعض كتبهم الأصولية، المدرسة الإخبارية لا تذكره في كتبهم الأصولية إلا بالرفض والنفي وعدم الإثبات، أما المدرسة الأصولية فهي تثبته لكن باعتباره كاشفاً عن رأي الإمام المعصوم، فقالوا طالما أن هذه الأمة أجمعت من خلال فقهائها، فإذن الإمام المعصوم من بين من أجمعوا دون أن يراه الناس، كده لابس طقية الإخفاء، من بين لا يراه أحد، ومصدر الحجية هو وجود الإمام المعصوم في داخل الإجماع، يعني ليس الإجماع حجة بذاته، ليس الإجماع تعبيرا عن الأمة المؤمنة، وإنما تعبير عن الإمام المعصوم. بما أنه غائب، وبما أن منطق الإجماع يقول إن جميع علماء الأمة قد وجدوا وأجمعوا، فإذا من بينهم هذا الإمام الغائب، فحجية الدين وحجية الأحكام إنما تأتي عن طريق وجوده، ولو ظهر وقال بعكس ذلك لبطلت كل أقوال الأمة، يعني أعطوه منطق الرسالة وليس منطق المجتهد، وهو عندهم ليس مجتهدا، وإنما هو يضم علم، ليس علم الإسلام فقط، وإنما علم الأنبياء جميعا بجميع رسالاتهم من لدن آدم إلى يوم الناس هذا. وبالتالي إذن نحن أمام إجماع، صورة للإجماع من نوع جديد تقول بها المدرسة الأصولية، وهي أنها ليست جزءاً من عصمة الأمة، ولكنها تعبير وكاشف عن عصمة الإمام، وأن وظيفته مؤقتة. نحن وظيفة الإجماع عندنا، نحن علماء السنة، وظيفة الإجماع عندنا دائمة، لأن الرسول قد غاب وترك لنا القرآن وترك لنا السنة وترك لنا الإجماع كدليل أصلي يستقل بإثبات الأحكام. أما عند غيرهم فالشيعة الإمامية لا يعتبرون الإجماع إلا كاشفاً عن رأي الإمام المعصوم، فإذا ظهر الإمام المعصوم وقال بغير ما يقول به إجماع المسلمين فكلامه هو الحجة، وكلامه هو النافذ، وكلامه هو حكم الله. ولذلك الإجماع عندهم مؤقت إلى أن يظهر الإمام المعصوم، فإذا ظهر الإمام المعصوم انقضت وظيفة الإجماع، انتهى دور الإجماع، لم يعد الإجماع موجودا بين المصادر الإسلامية. بينما نحن نرى أن الإجماع نابع من عصمة الأمة،
وأن هذه العصمة مستمرة فيها، إذا ما اجتمعت فلا تجتمع على باطل، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأنها إلى يوم القيامة يوجد دليل الإجماع موجود، لأن ظهور الإمام أو عدم ظهور الإمام لا يغير من طبيعة الإجماع، لأنه لا يأخذ حجيته من إنسان، وإنما يأخذ حجيته من مصدر إلهي هو القرآن الكريم الذي نص على حجية هذه الأمة، وهو السنة النبوية التي نصت على حجية هذه الأمة. فنحن أمام بنية مختلفة في وضع التفكير عن البنية التي يقول بها الشيعة الإمام. إذا تسلسلنا إلى الأدلة الفرعية، الأدلة الفرعية لدينا هي العرف والمصلحة والقياس، رتبهم كما تشاء. هناك خصائص للدليل المستقل، وهناك خصائص للدليل الفرعي، حتى نستطيع أن نفهم مداخل الشيعة الإمامية إلى مصادر الأحكام وتفكيكها إلى حد الإلغاء عند أهل السنة. عندما يفككونها يفككونها وكأنهم يقومون بإلغائها. الأدلة الأصلية قلنا إنها تستقل بإثبات الأحكام، هذا أول خصيصة من خصائص الأدلة الأصلية، وأن ترتيبها توقيفي من عند الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكما جاء في حديث معاذ. فالترتيب هنا توقيفي، لم يقم به أحد من البشر، وإنما جاء جزءا من النصوص الإسلامية القاطعة، بأننا أولا نحتكم إلى القرآن، وثانيا نحتكم إلى السنة، وثالثا نحتكم إلى الإجماع. بهذا الترتيب ليس أمامنا خيار، يعني أن نبحث في القرآن، فإذا ما وجدنا الحكم فيه قضينا به وأخذناه، وأصبح هو الخطاب الله الموجه إلينا. فإذا لم نجد في القرآن ذهبنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا الحكم منها وقضينا به، فإذا لم نجد لجأنا إلى إجماع المسلمين. بهذا الترتيب الدليل الفرعي لا يستقل بإثبات الأحكام، وقد قلت لكم إن الأدلة الفرعية هي المصلحة وهي العرف وهي القياس. القياس دليل فرعي، لأنه لا يكتسب أهميته ولا وظيفته إلا بإحالة من الدليل الأصلي، فلا بد من أن يوجد حكم في الدليل الأصلي نقيس عليه، لأنه في القياس لدينا أصل ولدينا فرع ولدينا علة مشتركة بينهما يفضيان إلى النتيجة في نهاية المطاف. الأصل دائما موجود في الأدلة الأصلية، ولذلك إذا لم يوجد أصل لا قياس. عندما يكون الفعل خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوجد أصل لقياس، فلا يجوز أن حين الرسول يتزوج أكثر من أربع فلا يستطيع أحد من المسلمين أن يتزوج أكثر من أربع، لأن هذا ليس أصلا يقاس عليه. فإذا لا يمكن أن يوجد قياس إلا إذا وجد أصل، لأني في القياس ماذا أفعل؟ بأن أعطي حكم الأصلي، بعطي حكم الفعل الذي جاء في القرآن أو السنة، أعطيه لي الفرع الجديد. ولذلك هو إعطاء حكم الأصل للفرع لعلة مشتركة بينهم، يعني أنا، وليس نقل دليل الفرع للأصل، وإنما إعطاء حكم الأصل للفرع. لأننا لو نقلنا حكم الفرع الأصل ونقلنا إلى الأصل، طب بقي الأصل بغير حكم. لا، نحن لا ننقل حكم الأصل إلى الفرع، لأننا لا نملك كفقهاء أن ننقل حكم الأصل إلى الفرع، وإلا أخلينا الأصل من أن يكون له حكم، وإنما نحن نعطي حكم الأصل للفرع للعلة المشتركة بينهما. فإذا لم يوجد أصل لا يوجد قياس. وكذلك أيضا المصلحة، أول سؤال عنها هل هي مصلحة ملغاة أو مصلحة معتبرة؟ لا شك أن المرابي له مصلحة في أن 100 جنيه تتحرك فتصبح 120، هذه مصلحة خاصة به، ولكنها ليست مصلحة شرعية. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، هو يربو، النص القرآني يقول يربو يعني يزيد، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. إذن هذه المصلحة غير معتبرة.
السارق له مصلحة في أنه أخذ مال الغير، بدل لم يكن في حيازته مال أصبح في حيازته مال، مصلحة غير معتبرة. وبالتالي إذن ليست دليلاً أصلياً المصلحة، وإنما هي دليل فرعي، لأنها لا تستقل بإثبات الأحكام، وإنما لابد من إجازة لها ومن إسناد لها ومن إحالة لها من الدليل الأصلي، هو الذي قضى بأن نستطيع أن نأخذ بالمصلحة. والعرف كذلك، نقطة البداية قبل أن نجعله دليلاً أن نتساءل هل هو عرف صحيح أم هو عرف فاسد. كثيرة هي أعراف الناس الفاسدة التي لم يقرها دين ولم يقرها شرع. في القديم والحديث عندما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطل كثيراً من عادات أهل الجاهلية، ونحن الآن علينا كمسلمين أن نبطل كثيراً من العادات التي توجد في أفراحنا وتوجد في مآتمنا وتوجد في حياتنا العامة وتوجد في حياتنا الخاصة. إذن ليس العرف بذاته دليلاً، وإنما العرف الصحيح دليلاً، لأن العقل الإنساني معتبر عند الله. العقل الإنساني له قيمة ومعتبر عند الله، وهذا الاعتبار هو الذي جعل العرف دليلاً. اعتبار العقل عند الله، أنتم على سبيل المثال أضرب لكم فرع من فروع علم الفقه، زواج الفضولي. الفضولي كما تعلمون جميعا هو من يتصرف في أمر الغير بغير إذن من الغير، أليس كذلك؟ شخص لا صلة له لا بأرض فلان ولا بشخصية فلان، فزوج فلان من فلان، طب لماذا جعله الإسلام عقداً صحيحاً موقوفاً؟ لأن العقل الإنساني عند الله لا يتصرف إلا فيما هو صالح، فقال إن ذلك الرجل ربما حينما باع ملك ذلك الرجل وهو بيع لملك الغير قد رأى أن فيه مصلحة آنية وليس فيه إضرار بالآخر، لأن الرجل الآخر صاحب الشأن يستطيع أن يقبل ويستطيع أن يرفض بالنسبة لعقد الفضولي، فإذا ما رفضه أصبح كأن لم يكن، سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو عقد زواج أو غيره. لكن العقل هنا لم يجعله الله عبثا، وإنما احترم أن الكائن الإنساني تصرف، وقال إن هذا التصرف إنما يكون بالضرورة إذا ما تصرف على طبيعته الإنسانية التي خلقه الله عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإن العقل يسير في طريق صحيح. كذلك هنا العقل يسير في طريق صحيح، ولذلك ما تعارف عليه الناس تعبيرا عن العقل الصحيح يعد مصدرا من مصادر التشريع. أما إذا كان يؤدي إلى نتيجة فاسدة أو إلى أعراف مخلة بأحكام الشريعة فتلك لا احترام لها في منطق الشرع، ولا ينبغي أن يكون لها وجود في مجتمع المسلم. يعني المسألة تحتوي على الجانبين، وجودها في مجتمع المسلمين معصية فردية ومعصية جماعية، ومن هنا جاء مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، لأنه لا ينبغي أن تكون المعصية موجودة في دنيا المسلم. الشيعة الإمامين لا ينظرون إلى هذه الأدلة الفرعية على أن لها وجود، فإذا كان القياس منصوصا على علته فهو جزء من الخطاب، يأخذون به باعتباره جزءا من الخطاب وليس باعتباره قياسا، وهذا موجود حتى عند الظاهرية من أهل السنة. أما إذا كان قياساً فإنهم لا يعترفون به، لأنه يقولون إنه يفضي لأحكام ظنية، فإذا ما تعين دليلاً عقلياً فإن الدليل العقلي هو الذي يكون مصدر الحكم وليس القياس ومصدر الحكم. وهذا لا بأس به، أنه لا يريد أن يجعل للعقل منطقة ضخمة في مجال التشريع، ولكنه في لحظة من لحظات التفكير الفقهي يجد الباب أمامه موصودا، لأنه يجد العقل يقول بالقياس، فإذا لم يراعي القياس يكون قد نقض حكم العقل الذي جعله دليلا من أدلته، جعل الدليل الرابع. أنت حينما تسير في هذا الطريق المسدود وتجد أمامك لا ينبغي عليك إلا أن تأخذ بالقياس، القياس أمامك أصبح طريق لا ينبغي أن تأخذ غيره، طب ماذا تفعل؟ هل تناقض
رأيك الأول أم تعتبر هذا القياس جزء من العقل؟ حتى لو اعتبرته جزء من العقل فهو يحتوي عناصر القياس، لديك مقدمة ولديك نتيجة ولديك علة تجمع ما بين الأمرين، يعني لديك أصل وفرع وعلة ممتدة بينهما. إذن هو إنكار في الهواء لا يدل على حكمة في التعامل مع نصوص التشريع. الأمر ليس فقط كذلك، حينما قالوا بأن العقل دليل وإنما جعلوه دليلا مستقلا يستقل بالتحريم والتحليل، وكأنهم انتمهوا إلى موقف المعتزلة وليس إلى موقف الأشاعرة، لأنهم جعلوا العقل بحد ذاته يملك أن يقبح ويملك أن يحسن وليس له وليس يأخذ هذا من الشرع، يأخذ عملية التقبيح من الشرع بأن القبيح ما قبحه الشرع وبأن الحسن ما حسنه الشرع. هم يرفضون هذه النظرة، ولذلك يحملون في كتبهم حملة شعواء على الإمام الأشعري إمام أهل السنة والجماعة، لأنه يقول بالتحسين والتقبيح الشرعيين وليس بالتقبيح والتحسين العقلي. وهم منطقيين مع أنفسهم على فكرة، يعني هم في منطق العقل هذه هي النتيجة التي تصل بهم إليها أصولهم، يعني أصولهم إذا ما اعتمدناها دليلاً وطريقاً. ولذلك إذا أردنا أن نحتكم إلى العقل المنطقي نقول إننا إذا نظرنا إلى سياق بنيتهم الأصولية من داخلها لا يمكن إلا أن تنتج هذه النتيجة، لكن كيف نحكم عليها بالصحة والبطلان؟ نحكم عليها بالصحة والبطلان من خارجنا نحن، عندما نقول إن إنكار الترابط الدقيق بين العقل والشرع في الوصول إلى الأحكام الشرعية يفضي إلى أن الأحكام الشرعية يمكنها أن تنتهي جميعا إلى كونها عقلا. إذا أنت لم ترصد منذ البداية أن هناك رابط دقيق وحتمي وضروري بين الشرع والعقل أعطيت للعقل قدرات لا يعطيها له الشرع، وبالتالي أخللت بمنظومة علم أصول الفقه عند السنة التي ترى أن هناك ترابطاً وثيقاً ما بين العقل وبين الشرع، وأن إعطاء العقل حرية التصرف سوف تفضي في نهاية المطاف إلى أحكام مناقضة للشرع تقرها أنت، كما حدث أن أقرت الشيعة الإمامية كثيراً مما هو باطل في مجال الفقه نتيجة امتداداتهم في السنة، بحيث أصبحت تأخذ أقوال المعصوم التي تحمل عليه من أتباعه دون أن يكون قد قالها، وكذلك عندما أخذوا بالعقل مجرداً عن أن يكون متصلاً بمصادر الشريعة النقلية وهي الكتاب والسنة. هذه هي نقطة الخطورة الأساسية في تحكيم العقل، وإلا فإن أهل السنة لا يرون العقل غائباً عن المصادر الإسلامية، وإنما يرون العقل جزء من المصادر الإسلامية، بل إن تعريف العقل عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأحكام المكلفين، أي المتعلق بأفعال المكلفين، يعني بأفعال العقلاء، وكأنه جزء من الحكم عند الأصوليين، جزء من الحكم عند الأصوليين العقل. إذن ليس العقل بعيداً عن فقه أهل السنة، وهذا هو الصلة ما بين فقه التنزيل وبين فقه الدليل. العقل له أهمية قصوى فيها، والعقل ليس العقل الفقهي وحده، وإنما العقل الإنساني المتخصص. يعني أنت حينما تكون على سبيل المثال لدينا جريمة قتل، ليس الفقيه هو المسؤول أن يقول من الذي قتل، الطبيب الشرعي هو الذي يأتي ويقول إن الرصاصة جاءت من الخلف جاءت من الأمام، والطبيب الشرعي هو الذي يقول إن الشخص قبل أن تصوب إليه الرصاصة كان ميتا أم كان حيا، هذا لا يمكن أن أعرفه أنا. وإذا كان مجنونا الفقيه ليس هو الذي يقول إنه مجنون، وإنما طبيب الأمراض العقلية هو الذي يقول إنه مجنون، وإذا كان عنده حالة نفسية طبيب الأمراض النفسية هو الذي يقول، وإذا كان هناك ضرورة اجتماعية عالم الاجتماع هو الذي يقول. لكن كل هؤلاء يتحركون في إطار الوقائع التي يدركها العقل، أما الحكم الذي ينزله الشرع فلا يمر إلا من خلال عقل الفقيه، وإلا كانت قسمة ضيزة أن تمر من خلال عقل
الشخص العادي. ولذلك حينما يأتي المثقف العادي الذي له دراية بالطب أو له دراية بعلم الاجتماع، له دراية بعلم الأخلاق، ويفتي في أمور الدين، يكون قد خرج عن نطاق العقل المسموح له وعارض النص الذي ينبغي أن يستجيب له معارضة شديدة. من هنا أصبح فكرة العقل الذي سماها علماء الشيعة العقل القادر على تطبيق النصوص وعلى استنباط النصوص وأنه مصدر الرابع من مصادر التشريع، هذه هي مخاطر أقوال الشيعة الإمامية فيه. أما جميع المصادر الأخرى التي سميناها المصادر الفرعية التي هي العرف والتي هي المصلحة والتي هي القياس، فهم يسمونها الأصول العملية التي لا يلجؤون إليها إلا في عملية التنزيل وليست في عملية استنباط من الدليل. طبعا لهم ذلك، ونحن لا نقول إنهم مخطئون في ذلك، ولكن نقول إن هذه البنية على هذا النحو إنما تضيق من بنية علم الأصول ولا تجعله أكثر اجتهادا. يعني عندما تربط علم الأصول بالعقل وحده فأنت تضيق عليه، وعندما تجعل هذه المنطقة إنما هي المنطقة التي يتحرك فيها الدليل وهي منطقة التنزيل، فأين منطقة استنباط الأحكام وهي المنطقة الجوهرية؟ لأن منطقة التنزيل هذه منطقة عندما يصبح الحكم الشرعي يجب أن ينزل على فلان من الناس أو على علان من الناس، لكن ليست هذه هي المنطقة الوحيدة التي يتحرك فيها الحكم الشرعي، هناك منطقة أخرى هي منطقة الاستنباط، استنباط الحكم من دليلي. هل سأعتمد على العقل وحده في استنباط الحكم من دليلي وأعتبر العقل هو القادر وحده عندما لا يستطيع أن يفهم النصوص القرآنية أو الإجماع أو السنة أن يصبح وحده مستقلا بالتشريع؟ تلك نقطة غائبة عن الرد عليها في كتب الأصوليين، وأن يوجد حوار طويل عنها في كتب المتكلمين عن الشيعة الإمامية. ولهذا تحولت الكتب الموسوعية عند الشيعة الإمامية في علم أصول الفقه إلى كتب كلامية. يعني عندما تقرأ بعد الشيخ البهباني أو الوحيد البهباني كتابات الشيخ الأنصاري وهو أنجب تلاميذ المدرسة الأصولية، ستجدها لا تستطيع أن تفهم منها شيئا كقارئ سني، لأنها تحولت من كتاب في علم الأصول يتكلم عن الأدلة ويتكلم عن الأحكام ويتكلم عن قواعد الترجيح إلى كتاب في علم الكلام. وهذا أيضا كان تحول ضروري وطبيعي أن يتحول إلى مبحث في علم الكلام، لأنهم اعتمدوا على العقل، العقل بيشقق مسائل كلامية ولا يشقق مسائل فقهية أو مسائل أصولية. هذه هي المنظومة الخاصة بعلم أصول الفقه عند الشيعة الإمامية في تطورها، كيف تطورت من القرن الهجري الرابع إلى يوم الناس هذا. ولذلك في يوم الناس هذا وجدوا أن العقل لابد أن يوجدوا له مساحة يتحرك فيها منفردا، فأوجدوا منطقة سماها علماء الأصول عند الشيعة الإمامية وفي مقدمتهم محمد باقر الصدر. محمد باقر الصدر كما تعلمون أحد كبار فقهاء الشيعة الإمامية المعاصرين، وهو مفكر يعني ثقيل الوزن، يعني لا نستطيع أن نهز من مكانته كمفكر، ولكن نحن نتكلم عنه كأصولي. فأنشأ ما سمي منطقة الفراغ التشريعي، وكلمة الفراغ التشريعي تعني أنها مناقضة تماما لما قاله الإمام الشافعي بأنه لا يوجد في دنيا الناس مسألة إلا ولها حكم، لها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفراغ التشريعي تعني أن هناك منطقة ليس فيها حكم على العقل أن يتدخل فيها ليوجد حكما. هذا ما أسماه باقر الصدر بالفراغ التشريعي،
وهذا الفراغ التشريعي أصبح جزءاً من بنية علم أصول الفقه عند المتأخرين المعاصرين من الشيعة الإمامية، وفي مقدمتهم محمد شمس الدين ومحمد حسين فضل الله، الذين يقودون حركة تجديدية عند الشيعة الإمامية الأصل فيها أنها تخل بمنطق أصول الفقه عند المسلمين. الأصل فيه، لأنه لو اعتمدنا منطقة خلو الأفعال من حكم لله وأنها أصبحت منطقة فراغ، ولذلك سماها الفقهاء القدامى منطقة عفو وليس منطقة خلو أحكام، وهي منطقة الإباحة في الحكم الشرعي. نحن نعلم أن الأحكام التكليفية خمسة، الحكم الواجب عند الجمهور، عند الأحناف سبعة، لكنها هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح. فإذا لماذا لا أحركها وأقول إنها بدل من كلمة الفراغ التشريعي حتى لا أعطي للعقل مساحة كبيرة، أقول إنها منطقة المباح. والأحكام الشرعية إخواني حتى لو كانت قطعية في الثبوت، قطعية الدلالة، لا تنطبق في حياة الإنسانية باعتبارها حكما تكليفيا منفصلة عن الحكم بالمعنى الوضعي اللي هو ما يسمى عند الأصوليين بالحكم الوضعي، لأن أي حكم شرعي، وهذا ما لا يفطن إليه الشيعة الإمامين، أي حكم شرعي تكليفي لا يمكن تنزيله في دنيا الناس في التطبيق الواقعي إلا إذا وجد السبب ووجد الشرط وخلى من الموانع، لا يمكن تطبيقه إلا بهذه الطريقة. يعني لابد أن يخلو المناوع. هل يشك أحد في أنه يعني يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا أمر لا خلاف في كونه حكما تكليفيا، ولكن قد لا يرث الولد لأنه قاتل أبيه. إذن هنا توفر المانع، قد يغيب الشرط، قد يغيب السبب، ولذلك كان الحكم الوضعي عند التنزيل الواقعي وهو ما غاب عن منطق فقه الأصول عند الشيعة الإمامية، عند التطبيق الواقعي يغيب النظرة إلى أن الحكم التكليفي لا يمكنه أن يتنزل على دنيا الناس إلا إذا وجدت الأسباب ووجدت الشروط وانعدمت الموانع، وإلا لا يمكن أن ينزل الحكم الشرعي. نحن لدينا حكم شرعي وأقيم الصلاة، هل تستطيع أنت أن تقيم أي صلاة دون دخول الوقت؟ لابد من توافر دخول الوقت، لأن دخول الوقت هو الذي يجعل هذه الصلاة واجبة في هذه اللحظة، وهي التطبيق العملي لقول الله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذه هي الملامح الأولى التي أردت أن أنقلها لحضراتكم عن أصول الفقه عند الشيعة الإمامية. أما موقفهم من مصادر التشريع الاستثنائية التي هي الاستصحاب وقول الصحابي والاستحسان وسد الذرائع وأقل ما قيل وأكثر ما قيل ومراعاة الخلاف، كل هذه تعمل في الظروف الاستثنائية، ولذلك قالوا عن الاستصحاب إنه آخر مدار الأدلة، يعني آخر ما ينتهي إليه الباحث في مجال الحصول على الدليل الشرعي إذا لم يجد أدلة. والاستصحاب استخدمه الشيعة الإمامية بإسراف حقيقة، ولذلك تجد في كتابات علم أصول الفقه عند الشيعة الإمامية كتابات واسعة جدا في مجال الاستصحاب، وهو بقاء ما كان على ما كان، لأنه لم يصدر من الشارع ما يدل على أن الحكم قد تغير. موضوع الاستصحاب من الموضوعات الدقيقة في فقه المسلمين، وموضوع سد الذرائع من الموضوعات الدقيقة في فقه المسلمين، وموضوع مآلات الأفعال من المسائل الدقيقة في فقه المسلمين. وقد يسألني سائل
والأخ قد أشار إلى اهتمامي بالمقاصد، وأنا يعني سعيد بإشارته، لأنني فعلا خلال العشر السنوات الأخيرة كان اهتمامي في الجانب الأصولي بعلم مقاصد الشريعة الإسلامية، أو بمقاصد أنا لا أقول بأنها علم، وإنما أعتبرها جزءا من بنية علم الأصول التي لم تأخذ حقها بأن تكون إلى جوار نظرية الحكم. يعني نقسم علم الأصول إلى نظرية الأدلة فنظرية الحكم فنظرية المقاصد. نظرية المقاصد لم تأخذ مكانها الطبيعي في علم الأصول، وإنما وجدت جزءا من الحديث عنها في الحديث عن المصلحة والمصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية، لكنها لم تجد لها مكانا يعني حقيقيا في بنية علم الأصول، لا قبل الشاطبي ولا بعد الشاطبي. يعني الحديث عنها عند الشاطبي ظل حديثا خاصا بالإمام الشاطبي في بنية علم الأصول، لكن لم تحتل مكانها كمبحث أصول. فكرة المقاصد طبيعي جدا ألا تجد لها مكانا كبيرا عند الشيعة الإمامية، لأن فكرة المقاصد تقوم على عناصر ثلاثة. ولذلك أنا حاولت أن أجد في فقه الشيعة الإمامية حديث مفصل عن المقاصد مثل ما نجده عندنا في كتاب الشاطبي الموافقات، أو في كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، أو حتى في المقاصد الجزئية التي نجدها عند الحكيم الترمذي وعند الإمام القفال الشاشي في محاسن الشريعة، أو عند المتأخرين بعد ذلك من أمثال القرافي ومن أمثال ابن القيم ومن أمثال ابن تيمية. هذه لم تكن، يعني لا توجد كتابات في ما يتعلق بالمقاصد حتى عندما يتكلمون عن علل الشرائع. يعني كتاب القمي في القرن الرابع الهجري في علل الشرائع ليس كتابا في المقاصد بالمعنى الدقيق، وإنما هو كتاب في الأحاديث التي تتكلم عن بعض القيم الإسلامية، لكنه ليس كتابا في ما يتعلق بالمقاصد باعتبارها جزءا من أدلة التشريع في الإسلام. قلت إن هذا منطقي عند الشيعة الإمامية، والسبب في ذلك أن الشيعة الإمامية لا تعترف بعناصر المقاصد الثلاثة. المقاصد لها عناصر ثلاثة، لابد حتى نسعى إلى المقاصد ونعرفها أن نؤمن بأن الأحكام الشرعية إنما هي معللة بتحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة. فجزء التعليل وهو جزء كلامي أكثر من كونه جزء في علم الأصول يعتبر أمراً رئيسياً لقيام فكرة المقاصد. يعني لابد من حتى نصل إلى مقصد أي حكم لابد أن نعرف علة هذا الحكم. فكلمة فالتعليل عند الأصوليين جزء أساسي من البحث في نظرية المقاصد. الأمر الثاني هو المصلحة، أن هذه الأحكام الشرعية التي نزلت من الله سبحانه وتعالى إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد في المعاش والمعاد، سواء عرفنا المصلحة أو جهلناها، لكن لا يوجد حكم ليست وراءه مصلحة للعبد للمكلف. الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، العبد والمكلف هناك مصلحة وراء، وفكرة المصلحة لا تجد لها مكاناً عند الشيعة الإمامية. الأمر الثالث والأخير والذي يوجد له مكان عند الشيعة الإمامية ما نسميه مآلات الأفعال. العنصر الثالث مآلات الأفعال، أي أننا عند تنزيل الحكم الشرعي لا ننظر فقط إلى الإذن من الشارع بفعله أو المنع من الشارع بعدمه، وإنما ننظر إلى النتائج المتحققة في الواقع. فإذا كانت هذه النتائج المتحققة تؤدي إلى تحقيق مقاصد الشارع وتكون متطابقة مع مقاصد الشارع، فإذا الفعل يظل مأزونا في هذه اللحظة من الزمان، في هذا الوقت، في هذا المكان. أما إذا كان هذا الفعل المأزون فيه لا يؤدي إلى تحقيق مقاصد الشارع، فنحن على سبيل المثال مأزون بيع السلاح مأزون فيه،
ليس هناك مانع من بيع السلاح، ولكن أن يباع السلاح للعدو في زمن الفتنة فهذا ممنوع، على الرغم من هذه الإباحة للنتائج المترتبة عليه، وهو أن يتقوى به أهل الفساد أو الأعداء، على الرغم من أنه من الأمور المأزونة فيها شرعا. وهنا تجد لقطات خاصة في كتاب لشخص اسمه الطالقاني، فقيه شيعي إمامي، له كتاب عنوانه مناطات الأحكام، يعني المعنى الخفي والمعنى الدقيق والمعنى الجوهري وراء أن هذا الحكم جاء بالحل أو جاء بالحرمة عند التطبيق العام. مناطات الأحكام التي تظهر في العصور على وصف الوقائع في دنيا الناس حتى يمكننا أن ننزل عليها الحكم الشرعي، فنرى أن هذه المسألة تنطبق عليها هذه الأحكام، الحكم بالحل، حكم بالحرمة، حكم بالمنع، حكم بالترخيص، حكم بالوجوب، حكم بالندب في هذه المنطقة. ولذلك مآلات الأفعال تربط نظرية المقاصد بالواقع، لأنه عندما لا تحقق الوقائع النتائج العملية الواقعية في دنيا الناس مقاصد الشارع حتى لو حققت مقاصد المكلف فتصبح هذه الأمور ممنوعة، وإذا حققت مقاصد الشارع حتى ولو لم تحقق مقاصد المكلف فهي مقاصد مشروعة وينبغي أن نفعلها وينبغي أن نأتي إليها. على سبيل المثال، مثلا الزواج أمر مشروع وأمر يعني يحس ويندب إليه الإسلام، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومع ذلك فإن نكاح المحلل حرام، هذا هو زواج ويقوم على شهود، لكن النية منه ليس تحقيق المقصد الإسلامي الشرعي من الزواج، وإنما إحلال هذه المرأة للرجل الذي طلقها ثلاثة، فأدي فعل مباح ومأذون به ومرخص به بل ومندوب إليه تحول إلى فعل ممنوع في الشريعة الإسلامية باعتبار المآل، باعتبار ما يترتب عليه. وهنا نستطيع أن ننظر في نكاح المتعة الذي أشار إليه أخي العزيز في بداية هذه المحاضرة. الشيعة الإمامين يجعلون نكاح المتعة جزءاً من الأنكحة المشروعة عند المسلمين، فالنكاح عندهم ينقسم إلى نكاح دائم وإلى نكاح منقطع، والنكاح المنقطع ليس فيه ميراث وليس فيه نفقة وليس فيه طلاق، فيه مهر وفيه ثبوت نسب عندهم، لكن ليس فيه نفقة. يعني أنت عندما تتزوج عندهم نكاح المتعة لست ملزما بالإنفاق على هذه المرأة، وليس فيه طلاق لأن مدته تنتهي بنهاية المدة، حددناها ساعة، حددناها يوم، حددناها شهر، حددناها، وليس فيه ميراث، يعني لا يوجد حقوق التوارث ما بين الرجل والمرأة. حينما ننظر إلى هم يعتمدون هذا لأنهم لا يقرون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع نكاح المتعة في حجة الوداع، ويعتمدون إلى أحاديث جاءت في أقوال الصحابة بأنها متعتان كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعهما عمر بن الخطاب، ولذلك يهاجمون عمر بن الخطاب بعنف، ومنها متعة الحج ومتعة النكاح، هجوم عنيف من الشيعة الإمامية على الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لأشياء كثيرة من بينها هذه الاجتهادات، ويقولون إنه عطل النصوص في قضية خاصة بسهم المؤلفة قلوبهم، وفي خاصة في قتل الجماعة بالواحد إلى غيره. طبعاً إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح المتعة كما هو ثابت، أباحها في الغزو وللضرورة، ومنعها وحرمها تحريما مطلقا،
وإذا لم يثبت لدى الشيعة الإمامية هذا التحريم فعليهم أن ينظروا إلى أحكام الشريعة في مقاصد الزواج. هل المقاصد الزواج المقصود بها الحفاظ على النسل والحفاظ على النوع الإنساني وبقائه، وأن من مقاصد الشريعة حفظ العرض وحفظ النسل وحفظ الحياة الإنسانية، وأنه لا يوجد في منطق الإسلام طريق للبقاء وللعلاقات الزوجية السليمة أو العلاقات الإنسانية السليمة إلا بالزواج. نحن أمام حضارتين، حضارة ترى أن الأصل في العلاقة بين الرجل والمرأة الحل إلا ما منعه عقد الزواج، وهي الثقافة البشرية الوضعية ترى أن العلاقة بين الرجل والمرأة الأساس فيها الحل إلا ما منعه عقد الزواج، وعلى هذا تقوم الفلسفة في أوروبا وتقوم الحياة الاجتماعية في أوروبا بغير أسرة. وبين الإسلام الذي يرى أن العلاقة بين الرجل والمرأة الأصل فيها التحريم إلا ما أحله عقد الزواج. إذا لم يكن هناك عقد زواج فهناك حرمة في كل صور العلاقة ما بين الرجل والمرأة، وبالتالي إذا نحن أمام عقد من نوعية خاصة وأمام دين له فلسفته الخاصة في العلاقات الإنسانية، ومن أجل أن يحمي الكون بعمارته بالإنسان على طول امتداده أصبح الطريق الوحيد للتناسل هو عقد الزواج. إذا عقد الزواج المقصود به التناسل وبقاء النوع الإنساني، والمقصود به تحقيق الغريزة الإنسانية للوصول إلى السكن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكيف يجعل الشيعة الإمامية النكاح وهو قد يكون ساعة وقد يكون نصف ساعة وقد يكون ربع ساعة وقد يكون يوما وقد يكون يومين طريقا من طرق الوصول إلى أسرة صحيحة، وأن فيه الإباحة التي يتحدث عنها الإسلام؟ بل أكثر من ذلك، لتروا كيف أنهم هم أنفسهم يحسون بتناقض هذا المبدأ عندهم، بتناقضه مع الفطرة. يقولون هذا في كتبهم، ارجع حتى إلى المختصر النافع، يعني إلى أقرب كتاب، يقولون إذا كان الزواج المنقطع يأتي على فتاة بكر فيندب ألا يفض بكرته، يعني أصبح كأنه نوع من اللعب بالجنس، لأن هذا منصوص عليه في كل كتبهم. أنا أحيلك إلى أي كتاب، إلى اللمعة الدمشقية، إلى كتاب الشرائع، إلى كتاب مختصر النافع، أي كتاب من كتبهم انظر فيه، فيقولون إنه إذا كانت المرأة التي تزوج بها الرجل زواجا مؤقتا وكانت بكرا فعليه ألا يفض بكرته، يعني هذا هو اللون الطبيعي للزوجية قائمة على العلاقات الإنسانية الطبيعية. كيف أنت تحمل إنسانا في هذا الوضع أن يكون على انضباط منضبط كالساعة كده بحيث يفعل شيئا ولا يفعل شيئا وهي لحظة غريزية بحتة؟ إذا نحن أمام فقه هو بذاته يحس بهذه الثغرة وهو يقر بنكاح المتعة. أعلم إن بعض علماء السنة، وأنا هنا لأكون منصفا، يروا أن الأدلة التحريم ليست قوية عندما نظر إليها في السند، لكن حينما ننظر إليها في ضوء مقاصد الإسلام من الزواج وما نصت عليه النصوص القرآنية التي تجعل الزواج امتداد وسكن ورحمة وأنه استمرار للحياة، تستمر الحياة ما بين الأب والأم ثم ما بين الزوجين ثم ما بين الأحفاد ثم إلى ما بين الأولاد ثم ما بين الأحفاد، يرى أن نكاح المتعة يعارض الفطرة الإنسانية ويعارض مقاصد الزواج كما جاءت بها نصوص الشريعة الإسلامية، ومن هنا يصبح تحريمه قانونا كما هو تحريمه شرعا. يعني أنا أرجو أنه يعني لا نكتفي بالبطلان الشرعي لزواج المتعة، وإنما أنا أدعو إلى البطلان التشريعي، أن ينص على ذلك في قوانين الأحوال الشخصية عند تعديلها على أن هذا النوع من الزيجات باطل بطلانا مطلقا لحماية الشباب من الوقوع في ثغرات
قد يأتي بها بعض المفتين. المفتي الماجن له مشكلة، يعني مشكلته مشكلة، فهذا المفتي الماجن الذي قد يفتي بأن هذا اللون من الزواج فيه نوع من الجواز الشرعي، لابد أن نقطع عليهما الطريق بالمنع التشريعي. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. بداية أنا أحب أن أشير إلى أمر مهم جدا قرأه الناس وخاصة الشيعة الإمامية قراءة خاطئة، وهو أن الأزهر أباح أن يصبح مذهب الشيعة الإمامية واحدا من المذاهب التي يتم تدريسها في الأزهر الشريف، وهذا الكلام لم يحدث. المسألة كالآتي: المسألة أنه سئل فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود الشيطوط، وصدر قرار منه بالفعل أثناء وجود الشيخ محمد البلد، وكان جزءا من جماعة التقريب بين المذاهب، الشيخ محمود الشيطوط أيضا كان جزءا من جماعة التقريب بين المذاهب، هل يجوز أن يدرس الطلاب في الأزهر الشريف مذهب الشيعة الإمامي؟ فكانت فتوى الشيخ بجواز دراسة الجانب العلمي، لا أقصد بالجامع الجانب الاجتماعي، هنا فتوى لها جانب اجتماعي بعد ذلك تحدثت فيه، فقال إنه يجوز أن يكون المقارنة في الدراسات العليا فقط، يعني ليس في مناهج الكليات ولا في مناهج المعاهد الأزهرية، وإنما قال بأنه يجوز أن يكون مذهب الشيعة الإمامية جزء من الدراسات المقارنة لطلاب الدراسات العليا في العالمية. العالمية في العالمية في الدكتوراه، يعني عندما نبحث ونعد رسالة الدكتوراه، وكانت ما فيش رسائل ماجستير وقتها، كان في رسائل دكتوراه مباشرة العالمية. عندما ندرس في الدراسات العليا لا مانع من أن توجد إلى جوار الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة أن نقارن بين المذهب الزيدي أو المذهب الإمامي. هذه هي فحوى الفتوى من الناحية العلمية، يعني لم تكن إباحة لتدريس هذا المذهب في كليات الشريعة ولا لتدريس هذا المذهب في المدارس الابتدائية أو الإعدادية المعاهد الأزهرية في التعليم ما قبل الجامع، وإنما كانت خاصة. وهذا منطقي، لأن في علم الخلاف لدينا كتب كثيرة جدا في علم الخلاف لا تقتصر فقط على الخلاف بين المذاهب الإسلامية وإنما السنية، وإنما تقارن بين المذاهب الإسلامية السنية وغيرها من المذاهب. لدينا في تراثنا في علم الخلاف كتب من هذا القبيل، وعلماء الإسلام قالوا إن علم الخلاف ينقسم إلى نوعين من العلم: علم الخلاف النازل وهو المقارنة بين فقهاء المذهب الواحد، وعلم الخلاف العالي وهو المقارنة بين مذهب ومذهب، بين المالكية والشافعية، بين الحنابلة والأحناف إلى غير ذلك، سموه علم الخلاف العائلي لأنه علم خلاف ما بين مذهب ومذهب، وليس علم خلاف ما بين أبو يوسف ومحمد، أو علم خلاف ما بين ابن حنبل والشافعي. لكن أن يدرس مذهب الشيعة الإمامية، أنت مطالب في ثقافتك العلمية أن تدرس هذا المذهب، لأنه أصبح جزءاً من الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه في العالم العربي والإسلامي. كيف تستطيع أن ترد عليهم؟ يعني كيف أستطيع أن أقول لهم إن كتبكم فيها كذا وكذا وكذا دون أن أقرأها؟ لابد أن أقرأها وأن أدرسها. كيف أستطيع أقول لهم إنه في التعارض والترجيح أنتم تعتبرون مجرد مخالفة أهل السنة هو مرجح من المرجحات الأصولية والشرعية؟ كيف أستطيع أن أقول لهم أنتم تقولون في النكاح المؤقت بأنه لا يجوز، أو أنه يندب في النكاح المؤقت إذا كانت الزوجة بكرا ألا يفض بكرتها؟ كيف أستطيع أن أقول هذا لهم إذا لم أكن قد رجعت إلى كتبهم العلمية الأصلية وأخذت كتبهم المعتمدة؟ يعني حينما تريد أن تناقشهم
لا تناقشهم من كتاب يمكنهم أن يتبرأوا منه، وإنما عليك أن تناقشهم من كتبهم المعتمدة التي يقولون إن هذه هي كتب شيوخ الطائفة، هذه هي الكتب العلمية التي نعتمد عليها. إذا أنت أخذت بهذا الطريق فإنك تستطيع أن تقف إلى جوار، ولذلك أن يدرس هذا المذهب ويتبين ثغراته وتتبين أيضاً آراءه ومدى صلته بين الأصول والفروع، هذا من الأمور الضرورية لطالب العلم في المجتمع الإسلامي، لأنه إذا لم تقابل في مصر فقيهاً شيعياً فإذا ذهبت إلى شبه القارة الهندية ستطالعك فقهاء كثيرين، وإذا ذهبت إلى أفريقيا سيطالعك فقهاء كثيرين. إذا انطلقت معهم في الحوار من منطلق أنك ليست لديك معرفة فلا تستطيع أن تطبق قاعدة إذا كنت مدعياً فالدليل. لما تقول والله ما عندكش، أنت بتقول يقول لك في أي كتاب، أنت ما عندكش معلومة في أي كتاب أصول عندنا، أنت ما عندكش معلومة. ها، فإذا المعرفة جزء من قوة الدليل، فلا بد أن تعرف. أنا شخصياً في كتابي في الأحوال الشخصية رجحت ذلك الرأي، ليس اعتماداً على الشيعة الإمامية، وإن اعتماداً على الترجيح الذي قام به العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه في أحكام الأسرة. العلامة الشيخ أبو زهرة في كتابه أحكام الأسرة رجح الإشهاد ورجحه لفساد الزمان، وقال إذا نحن اشترطناه كشرط صحة في الزواج فليس هناك ما يمنع في فهم الآية ولا ما يمنع في الواقع الإسلامي أن نأخذ أيضاً بالإشهاد ليس منسوباً إلى الشيعة الإمامية. يعني أنا أنقله عن شيخي العلامة الشيخ أبو زهرة لأن هناك من فقهاء الإسلام الشيخ إبراهيم عبد الحميد، وهو واحد من علماء الأزهر الكبار الذي أعتقد أن الأزهر قد غبنه حقه. الشيخ إبراهيم عبد الحميد هو الذي كان وراء الموسوعة الكويتية. الشيخ إبراهيم عبد الحميد، لا أعرف الاسم السادس، وهو حاصل على العالمية من جامعة الأزهر الشريف سنة 1944 أو 45، ورسالته كانت عن القانون الدولي في الإسلام ولم تطبع حتى الآن، ولكنها رسالة من أدق ما كتب عن العلاقات الدولية في الإسلام، رسالة مبكرة. هذا له كتاب عن حقوق المرأة في الإسلام كتبه باللغة الإنجليزية لكي يكون أطروحة للدكتوراه في جامعة لندن، والمشرف على الرسالة وكان وقتها الأستاذ أندرسون أحد المستشرقين الذين يدرسون الشريعة الإسلامية، رفض إعطاء الدكتوراه لأنه أثبت أن الشريعة الإسلامية تفوق كل ما هو موجود في أنظمتهم المتعلقة بالحالة الاجتماعية. فقال له أنت جاي تتكلم عن مناقب الشريعة الإسلامية، هذا ليس درسا علميا، مع أن رسالته وقد ترجمها هو ولم تطبع أيضا إلى الآن، وعندي نسخة منها من ترجمتها لم تطبع إلى الآن، ترجمها من الإنجليزية إلى العربية. يعني رفض الاستشراق الغربي الفقهي. هذا الرجل هو الذي وراء الموسوعة الكويتية، وأهم الأعمال التمهيدية في الموسوعة الكويتية عن الوكالة وعن المقاصة وعن أشياء كثيرة، عامل فيها دراسات كل دراسة حوالي يمكن 300-400 صفحة مطبوعة لوحدها كأعمال تمهيدية، وله كتاب في فقه الكتاب والسنة، وله كتاب في الفقه الجنائي في الإسلام، وله كتاب مطبوعين على الاستنسل، وله كتاب في القضاء في الإسلام كان مدرس على طلاب كلية الشريعة الدراسات العليا، وأعطاني نسخة منه شيخنا العلامة الكبير الأستاذ الدكتور محمد رأفت عثمان، عنده كان بيدرس لي الشيخ إبراهيم عبد الحميد. هذا الرجل في كتابه هذا وهو المتعلق بحقوق المرأة في الإسلام أثبت أمرين مهمين، أخذ برأي الظاهرية في وجوب الزواج في حالة الاعتدال، رأي ابن حزم الظاهري في أنه في حالة الاعتدال الزواج ليس إباحة كما يقول بعض الشافعيين والأفضل منه التفرغ للعبادة، وليس سنة كما يقول جمهور الفقهاء، وإنما يرى أنه في حالة
الاعتدال الوجوب، لأن العقوبة التي تترتب على وقوع الإنسان في المعصية هي عقوبة شديدة، عقوبة المعصية الكبرى عقوبة شديدة. وله رأي جميل في هذا، وقال إنه تفسير هذا هو للمسألة، إضافة إلى أن فساد الزمان يجعل لابد من إيجاب الزواج حتى لا يضع الناس الآباء والأمهات والمجتمع عراقيل على عقد الزواج، وبالتالي جعل الوجوب. وجاء من ناحية الإشهاد وأخذ وفصل جميع الأدلة الخاصة بالإشهاد، وقرأ جميع الأحاديث، وقرأ جميع الآيات القرآنية، وقال إن الرأي الذي يعتمده هو في مسائل الإشهاد أن الإشهاد على الطلاق هو من شروط صحة الطلاق، ليس شرط إثبات وإنما شرط صحة، وهو ما قال به العلامة الشيخ محمد أبو زهرة في هذا الشأن. فأنا لا أعتمد في هذا على فقه الشيعة الإمامية في كتابي الأحوال الشخصية، وإنما أعتمد على فقه شيوخي هذين الشيخين الجليلين الكبيرين. يقول السائل: ما حكم رجل تزوج متعة، هل يحكم عليه بالزنا؟ وإذا حكمنا عليه بالزنا هل يرجم حتى الموت أو يبنى؟ أم كيف يعامل؟ في أي بلد هو؟ الأحكام الشرعية، الفتاوى دي أنت المطلوب هنا فتوى، وليس المطلوب هنا، والفتوى لا تسألني أنا يعني لست من أهل الإفتاء، ولكن فقط أنا أحرر المسألة. هل هذا في أوروبا؟ شخص في أوروبا موجود، ولا شخص موجود في بلد إسلامية جمهورها كله على المذهب الحنفي أو على المذهب المالكي؟ يعني هذا لو في المغرب العربي سوف يرجم إذا كان محصنا، وسوف يطبق عليه العقوبة الزنا المعروفة عند مذاهب أهل السنة. يبقى إذن عند التطبيق لابد أن نعرف إلى أي مذهب ينتمي، حتى قاعدة مراعاة الخلاف التي تقول إنه عند وقوع الفعل نأخذ بصحة الفعل المخالف ولو كان مرجوحاً، بصحة الحكم المخالف ولو كان مرجوحاً، أنا أعتقد أن فقهاء المذهب المالكي في المغرب العربي لن يطبقونها في هذه الواقعة، وإنما سيطبقون عليه الحد. فإذا عند تنزيل العقاب لابد أن نعرف المسألة في أي مكان ستطبق وتحت ضوء أي مذهب، لكن لو طبقت في جنوب لبنان سيطبق المذهب الإمامي، لو طبقت في النجف في العراق سيطبق المذهب الإمامي، وعمل يساب عليه. بل إن الشيخ الخالصي وهو من كبار فقهاء العراق يقول إن هذا من أفضل أعمال البر في الحياة الإنسانية، أن يتزوج الإنسان متعة، يقول لك يعني بالنص كده في كتابه اسمه الهداية، الإسلام دين السلام، له كتاب كبير إسلام دين السلام كله في الفقه الإسلامي، جزء منه حوالي 100 صفحة عقيدة، وبقية الصفحات الكتاب كله في أبواب الفقه الإسلامي. عندما يقف عند موضوع المتعة يقول إنها من فضائل الأعمال التي يساب عليها فاعلها. فإذا يعني نعم، لا هو لا يعاقب تاركها عندهم، لأن حكم الزواج عندهم الإباحة وليس الوجوب، فلو كان حكم الإباحة ما كان مش هيعاقب، لأنه حكم الإباحة عند الشيعة الإمامي. نأتي إلى سؤال آخر، وهو إذا كان أصول العقيدة عند الشيعة يحكم عليه يفرض عليها الكفر، فلماذا نتعبد بمذهب الجعفرية؟ أولاً لم يقل أحد من أهل السنة أن مطالب المسلم بأن يتعبد من الجعفرية. أقصى ما قاله فقهاء أهل السنة الآتي، عشان لا نظلمه، أقصى ما قاله فقهاء أهل السنة في هذا الموضوع أمران. الأمر الأول أنه من الجائز دراسة كتاباتهم وكتبهم في الدراسات العليا، وده عملوا القدامى، لأنه بنجد متضمن في كتب القدامى المقارنة بين آرائهم وآراء أهل السنة سواء في العقائد أو في الفروع. الأمر الثاني أنه عند بعض المذاهب أو عند بعض الاتجاهات القانونية التشريعية
ومنها شيوخنا زي الشيخ فرج السنموري، وهو رجل من كبار رجال الفقه الإسلامي في مجال التشريع بالذات، فيقولون إنهم إذا رأينا مذهباً فقهياً نستطيع أن نأخذ منه رأياً يحل المشكلة التي نحن عليها الآن أفضل من أن نجتهد رأياً جديداً. ولذلك ضمنوا قوانين المواريث والوقف والوصية التي صدرت، وكان الشيخ فرج السنموري أحد كبار، بعض حلول من الشيعة الإمامية وبعض حلول من الإباضية. بالنسبة للشيعة الإمامية أخذوا بالوصية للوارث، أصلاً فقه أهل السنة لا وصية للوارث، لا يأخذون بالوصية للوارث، فأدخلها في قانون المواريث عند المسلمين الشيخ فرج السنموري، وحددها بعد ذلك بالثلث على ألا تكون أزيد من الثلث، فقد أجاز الوصية للوارث. أصلاً عند الشيعة الإمامية لابد أن تكون موجودة في الفروع لأنها موجودة في الأصول، لأن الوصية لعلي بن أبي طالب هي أساس الفقه الشيعي العقائدي، فبالتالي هي منطقية في فقههم. لكن عندما أخذها الشيخ فرج الفرهوني الشيخ فرج الصنهوري أخذها حلاً جزئياً لواقعة جزئية، بدلا من الدخول في عملية الاجتهاد الفقهي الذي يرى أنه من الصعب علينا أن ندخل فيه في هذه اللحظة، فدخل. ومع ذلك اضطر في داخل هذا القانون أنه يعمل اجتهاد فقهي في الوصية الواجبة، لأنه لم يقل بها أي مذهب، لا شيعي ولا إمامي ولا جعفري ولا غيره، وإنما هي تركيب من بعض آراء قيلت عند التابعين، ركب منها قضية الوصية الواجبة حتى أوقفها عند فروع البنت قال لا تأخذ وصية واجبة. القانون السوري للأحوال الشخصية باجتهادات الشيخ علي طنطاوي وباجتهادات الشيخ مصطفى السباعي وباجتهادات الشيخ مصطفى الزرقة اجتهدوا وجعلوا إنها أيضا تسري حتى على أحفاد القادمين من البنت، يعني عمموها ما أوقفوهاش عندنا بالنسبة للبنت إلى الفرع الأول، كلها اجتهادات. فإذا في المجال الاجتهادي هذا فكر مطروح، لكن أن تتعبد به هذا هو المطلوب، لأنك إذا تعبدت لا يمكن أن تتعبد بفقه الشيعة الإمامية دون أن تتعبد بأصول الدين عند الشيعة الإمامية. ما ينفعش تتعبد بفروع الدين وأنت قد أخذت برأي آخر في مسألة العقائد. لكن أن يوجد حل جزئي يوضع في تشريع قد نأخذ به في مصر اليوم ولا نأخذ به غدا، ولذلك لما مش هنأخذ به غدا هيبقى فقدنا التعبد؟ لا، لأننا لم نأخذه باعتباره فقها وإنما أخذناه باعتباره حلا جزئيا لواقع مطروح. بالعلم تسامت أمتنا، بالعلم تجلت.